نتابع مع بدء العام الدراسي والانشغال بتحضير مستلزمات الأطفال، على الأهل التنبه إلى ضرورة بدء تطبيق نظام معين يسهل عملية الانتقال إلى المدرسة والاستيقاظ باكرا وتنظيم المهام اليومية مقابل أوقات الراحة والترفيه. عن هذا الموضوع تحدثنا رحمة علاوي، مستشارة نوم الأطفال المعتمدة التي تطل علينا مباشرة من الكويت. صباح النور وأهلا بك. صباح الخير، كيف حالك؟ الحمد لله، شكرا لتلبيتك دعوتنا. موضوع مهم ويعني آني الآن مع بدء العام الدراسي للأطفال، ما أهمية البدء بتحضير الأطفال نفسيا وجسديا لبدء العام الدراسي؟ بصراحة تحضير الأطفال كثير مهم من كل النواحي، يعني مهم إنه نشارك الطفل بكل إشي بدنا نعمله، مش بس لأنه في مدرسة جاية، ومش بس بموضوع النوم، بس الطفل بالعادة بحب الروتين، بهذا الشعور اللي بحسسه بالاستقرار بالأمان. فكتير مهم إنه نشارك أطفالنا بكل إشي إحنا ناويين نعمله مشان يحسوا بهذا يعني الاطمئنان والاستقرار، مشان هذا بيركز على نومهم وعلى حياتهم، فبصير اسهل ننظم كل شيء وحياتنا يعني معهم. نعم، يعني خاصة بعد فصل الصيف كانوا عم يلهون يلعبون مرتاحين، ما عندهم ضغط الاستيقاظ باكرا، ما عندهم يعني ضغط الروتين اليومي. أظن أنه من الصعب فجأة الدخول بالروتين بالاستيقاظ باكرا بالدرس، يعني هل يجب التمهيد للطفل بخطوات معينة قبل البدء بالمهام الكثيرة عليه؟ صحيح، هي صعبة على الأطفال وعلى الأهالي كمان يعني مش بس على الأطفال، بس طبعاً أكيد إحنا بنبلش قبل ما تبلش المدارس تقريباً بأسبوع لعشرة أيام، بنبلش بالصحو البدري، لأنه لما يصحى الطفل بدري ويعني ويكون عم بيعمل اكتيفيتيز او نشاطات خلال اليوم، فينا انه نقدر نقلب نومه شويه انه يصير منتظم ويصير اقرب بالليل، هذا للاطفال اللي بيسهروا كثير. هلا الشيء الصحي انه يصحى طبعا بدري وينام بدري، لما نحكي ينام بدري نحن عم نحكي بحدود الساعه 8 سبعة ونص، يعني حسب عمر الطفل طبعا، بس يعني بهذه الحدود ما نتعدى اكثر من هيك. نعم. هاي هي يعني قبل تقريبا باسبوع لازم نجهز الطفل شوي شوي، واذا للاشخاص اللي اوريدي او الاطفال اللي اوريدي هلا بلشوا بالمدارس، مو مشكله انه بنبلش من هلا كمان على نفس الروتين، المهم انه يكون عدد الساعات كافي خلال الليل. نعم، على مواقع التواصل على تيك توك هناك يعني طفلة انتشر الفيديو بشكل كبير، هي تتحاور مع والدتها وتتناقش معها انه شو الضرورة، لماذا تبدأ المدرسة باكرا، يعني اخروا ساعة شو بيصير، الى اي مدى ايضا يعني هذا الوقت المبكر هل هو مفيد للاطفال، يعني ان يبداوا من الصباح الباكر. انا يعني ارى اطفال هيك حزنانين حاملين الشنطه، عندهم حزن يعني عند الصبح للاستيقاظ والذهاب للمدرسه، يعني وهون عندي سؤال الاخر، بعض يعني الأطفال بالحضانات يحصلون على وقت قيلولة ينامون فيه، هذا الأمر ليس نفسه لدى الأطفال في بعض المدارس إذا مش بغالبيتها، ما أهمية أن يتلقى الطفل ساعات نوم بداية الكاملة في المنزل يلي بيحتاج عفوا جسمه وعقله، وأيضا يعني أن ينال قسط من الراحة والنوم خلال الصف؟ صحيح. هلا لأول جزء من السؤال أو من الحكي اللي حكيناه، كثير مهم نبلش بدري، صح، المهم نبلش اليوم بدري للاطفال وبرضه يناموا بدري، لانه هيك الساعه البيولوجيه عند الاطفال. الساعه البيولوجيه الهرمونات اللي بجسم الطفل بتطلع بساعات معينه، فعشان هيك مثلا هرمون النوم الميلاتونين بيطلع بهذه الساعات، اذا تعدينا هاي الساعه اللي هي بين تقريبا 7 للساعه 9 هيك بيروح يعني بتروح نومته زي ما بنحكي، عشان هيك هي مو بس للاطفال، حتى احنا كاشخاص كبار نفس الشيء، جسمنا الساعه البيولوجيه هو الافضل او مكون انه
نبلش يومنا من الصباح الباكر وننام كمان الليل يعني بدري، مش انه نقعد نسهر. يعني للاطفال اللي بيروحوا حضانات طبعا انه في قيلوله، بس نحن ما بنتوقع يكون في قيلوله بعد عمر الثلاث سنين، يعني هذا شيء مش صحي اصلا انه يكون الطفل لسه عم بينام خلال النهار اذا كان عمره اكثر من ثلاث سنين. والسبب شو السبب العلمي؟ اللي بنعمله هو انه نركز اكثر على نوم الليل المتواصل، فالمفروض تقريبا من بعد هذا العمر، بعد عمر ثلاث سنين، ثلاث سنين ونص، لازم الطفل ياخذ تقريبا 10 ساعات ل 12 ساعه نوم متواصل بالليل، هذا الشيء اللي بفيد جسمه وما بياثر على نومه بالليل، بينما لما نعطيه الصبح قيلوله ويضل مكمل على هذا الشيء، هذا بياثر على نوم الليل، فبتلاقيهم بصحوا بالليل بغلبوا ليناموا بالليل، يعني كل هاي المشاكل بتطلع لانه عم بتاخذ هذه القيلوله الصغيره خلال النهار. نعم، طب كنت تحدثتي عن انه يجب تنظيم نوم الاطفال، الاطفال خاصه يلي تعودوا على السهر والنوم لوقت متاخر قبل اسبوع على الاقل من بدء العام الدراسي، لكن هناك بعض الاطفال يلي عندهم العناد وبيرفضوا التعاون وحتى ما بيقدروا يوعوا بوقت مبكر رغم محاولات الأهل المتكررة، وهلا الأهل اللي عم بيتابعونا عم بيعانوا من هالمشكلة عم بيهزوا برأسهم لأنه هذه أكبر المشاكل، الاستيقاظ ويلا وعا وتتروح على المدرسة. كيف يمكن مساعدة هالأهل يلي الآن عم بيعانوا؟ هلا للطفل العنيد أنا بحكي هي في يعني سبب من سببين. السبب الأول هو ممكن إنه الطفل بحس إنه ما عم بشبع من الأهل، فبمعنى إنه بحس حاله عم بيروح على المدرسة بيقضي يوم طويل بالمدرسة، بيرجع على البيت بيقضي شوية وقت مع الأهل، بعدين إنه يلا خلص أوكي يلا خلينا ننام، فبحس الطفل إنه أنا ما عم بشبع منكم، ما عم بشوفكم، ليه هيك فجأة صرت إنه عم ببعد عن أهلي؟ يعني هدول الأطفال نعطي نصيحة للأهل شاركوهم بكل شيء، بمعنى يعني للأهالي اللي بيشتغلوا مثلا لما تروحوهم من المدرسة شاركوهم كيف كان يومكم، كيف كان حلو، شو عملتوا اليوم، نتشارك مثلا الأم لما وهي عم بتحضر الغداء مثلا إنه تعال ساعدني شوي شو عملت اليوم، يعني نخليهم اكثر يعني يشبعوا منا واحنا نشبع منهم خلال اليوم، مشان لما يجي وقت الليل ما يحس حاله الطفل انه يعني بس هو زي كانه ماشين او روبوت، انه خلص اصحى هلا ونام هلا وبس معك يعني ساعه ساعتين تشوفني وخلص قصتي احد. فهذا اول نوع من الاطفال العنيدين اللي هي هم بيكونوا بحاجه الاهالي أكثر من ناحية معنوية ونفسية وإنه شاركهم بهذا الشيء. النوع الآخر بتلاقي إنه لا، الطفل بشوف الأهل وشبعان منهم بس مع ذلك عنيد، خلص بده يفرض رأيه، يعني الأطفال اللي بحبوا يفرضوا شخصيتهم. لهدول الأطفال بنعطي نصيحة للأهالي إنه كثير مهم خبروهم شو بدكم تعملوا، يعني مثلا قبل ما نبلش بعملية النوم بنخليهم انه يعرفوا انه في مثلا روتين معين رح نعمله، كثير حلو اذا بنطبع مثلا ليست فيها هيك صور، انه اول شيء مثلا رح نلبس البيجامه، بعدين نفرش اسناننا، بعدين نفوت على الحمام، بعدين نقرا قصه، بعدين نحط بالتخت، هيك بيعطي الطفل يعني بيكون متهيئ انه انا المفروض اعمل واحد اثنين ثلاثه وخلص، بتهيئه نفسيا بصير عارف هو لحاله انه انا متوقع مني هيك اعمل، بنفس الوقت بنعزز الشخصيه اللي عنده اللي هو بده يثبت انه عنده وجود وعنده شخصيه بالعناده، فمثلا بنعطيه خيار، مثلا بتحب تلبس هاي البيجامه ولا هاي البيجامه؟ بتحب تقرا هاي القصه ولا هاي القصه؟ بتحب تشرب مي بهاي الكاسه ولا هاي الكاسه؟ هون لما نعطي خيارات الطفل بحس حاله انه عم بيعطي هو القرار، مش انه الام او الاهل عم تفرض عليه. صحيح صحيح. ايام يعني خمسه ايام مدرسيه لها اجازه اسبوعيه، بالاجازه الاسبوعيه بعض الاهل بيسالوا هل يمكن ترك الطفل هنا على راحته في السهر والاستيقاظ في هذين اليومين، ام يجب المحافظه على الروتين يلي بدانا به مع بدء العام الدراسي؟ صحيح.
هذا الخطأ الشائع اللي بيوقع فيه الأهالي، معظم الأهالي إنه بيفكر إنه خلص بالويكند يلا بنخليه يسهر، بنخليه ينام كثير أكثر من الصبح، بس النصيحة اللي بنعطيها إنه لا، الأفضل إنه تضلوا مستمرين على نفس النمط، بمعنى إنه حتى بالعطلة أو حتى بالويكند لازم نضلوا مستمرين إنه ينام بدري ويصحى بدري. الإشي الوحيد اللي بنعطيه يعني كإكسبشن هو إنه فيكم تزيدوا بس ساعة، يعني تأخروا النوم مثلا بس ساعة، تأخروا الصحوة الصبح بس ساعة، على أساس إنه مش كتير تأثر على جسم الطفل ويكون كتير يعني بده وقت ليتعود ببداية الأسبوع مرة ثانية على الروتين وهكذا. يعني الروتين مهم جدا حتى خلال العطلة في السهر والاستيقاظ. بعض الأهل يلجأوا إلى الأجهزة الإلكترونية هنا أستاذة رحمة، حتى أكيد يتخلصوا شوي من الأسئلة المتكررة عند الأطفال خلال النهار وطلبات المتكررة، لكن البعض منهم أيضا يلجأ إلى الأجهزة الإلكترونية يقدموها لأولادهم قبل النوم ظنا منه أنه هذا الشيء عم بيساعدهم للاسترخاء والنوم أبكر. ما تبعات هذه الأجهزة واستخدامها ساعات أم لحظات قبل النوم على المدى البعيد للأطفال؟ صحيح. هلا الأجهزة الإلكترونية بجميع أنواعها، يعني سواء كانت موبايل، تلفزيون، آيباد، كلياتها مضرة للنوم وبتأثر على الهرمون النوم اللي حكينا عنه الميلاتونين، بيأثر على قديش بيطلع بالجسم. عشان هيك نحن ما بننصح نعطي الأطفال أي نوع من الأجهزة الإلكترونية على القليلة قبل بساعة من النوم، أساس الجسم يقدر يدخل بمود النوم ويحس يعني يجهز حاله لهاي الفترة إنه بده ينام. بنفس الوقت مش غلط إنه نعمل المحيط حوالين الطفل نهيئه شوي للنوم، يعني مثلا إذا كانت الإضاءة كثير عالية بالبيت سوري نخفضها شوية، يعني نحسسه إنه هلا جاي وقت النوم، هلا شوي شوي عم نهيئه جسديا ونفسيا إنه ينام. بنقدر نستغني عن هذه الأجهزة بمثلا الكتب، بمثلا حتى لو إنه كان شوية مثلا في كتب فيها بتطلع أصوات وبتعمل أشياء، يعني هاي الأشياء دائما أفضل وبديل أفضل عن الأجهزة الإلكترونية. واخر شيء انه حتى لو بدنا مثلا نسمع الطفل مثلا اذا بحب اغنيه معينه قبل النوم فينا نسمعيها، بس الافضل انه ما يطلع عليها، يعني ما يكون شيء قدامه ياثر انه على عيونه، لانه هذه الاشعه الزرقاء البلو لايت اللي بتطلع من الاجهزه هو اللي بياثر على جسمنا وبياثر على الهرمون النوم اللي بيطلع عند الاطفال، وربما ايضا تكون محفزه يعني للدماغ لحتى يضل يشتغل، بوقت انه الدماغ لازم هون يكون بدا بمرحله الراحه للانتقال الى النوم، صحيح؟ 100% صحيح، هذا الشيء كثير بياثر. عشان هيك انه لو بده يسمع اغنيه مفضله له او يسمع اي شيء بنفضل انه ما يطلع عليه يسمعه، يعني هو شيء بعيد يسمعه على اساس انه يسترخي، بس ما يكون مأثر على جسمه بطريقه يعني غير إيجابية. سؤالي الأخير لك أستاذة رحمة، بعض الأهل يشتكون مع بدء العام الدراسي من طلبات أولادهم للعودة إلى النوم بأسرة الأهل، ربما ما بعرف خاصة وأنه في هذا يلي تحدثت عنه مشكلة الانفصال وهيك، بس كتار من الأهل بيقولوا عند بدء العام الدراسي صار طفلي أو طفلتي تطلب مني أنه للنوم يعني معي بالسرير نفسه، كيف يمكن أن يتعامل الأهل مع هذه المشكلة وأيضا من بعد الروتين يلي عودوهم أنه يكون عندهم غرفتهم وسريرهم الخاص؟ صحيح، نتعامل معها بنفس الطريقة تقريبا، هو أنه منهيئ الطفل للإشي الجديد اللي بدنا نعمله، فبمعنى إذا الإشي الجديد اللي بدنا نعمله هو أنه يصير ينام بغرفته، لازم تحكي للطفل أنه ماما هلا حتصير، لأنه بلشت مدرسة وصرت أكبر وصارت مرحلة ثانية حتصير ينام بتختنا، بنحببه أكثر بتخته، بنجيب له مثلا بنخليه هو يختار الكوفر اللي بده إياه، أو يعني إشي يحببه بهذه المرحلة.
ودائما تهيئة الطفل هي كثير إشي مهم ليساعدنا للخطوة الثانية اللي بدنا إياها، مع استمرارية إنه لو إجى على تخت الأهل كل ما يجي ارجع على تخته، هذا بيعمل عند الطفل انه والله هذا ممنوع، يعني خلص يعني هذا ممنوع اوصله، قرار بيعمل عند الطفل خلص مفهوم، يعني بفهم الطفل انه لازم انام بتخته. نعم، شكرا لك رحمة علاوي مستشارة نوم الأطفال المعتمدة، حدثتنا من الكويت. شكرا لك، نهارك سعيد. نهارك أسعد.